والله العظيم ثلاثة اسمعوا بس، تعالي يا بنت الوسخة انت رحتي فين؟ والله العظيم ثلاثة، انا كنت نايم وجات لي رؤية وكنت بحلم، واخد بالك انت ازاي بستحلم؟ بحلم يعني بضرب 10. المهم يا جماعة فلقيت الرؤية ديت، والله العظيم ثلاثة، يا مش عايزة تيجي ليه؟ تعالي يا رؤية، تعالي يا بنت، جاي اصبروا بس والله ربنا امكم بتحبكم عليا الحرام من ديني، انتوا حبايبي يعني انا على طول، والله العظيم ثلاثة وربنا يسمعوا يا جماعة. يا جماعة أنا رهان من النوع اللي بيتكرع كتير. اوكي يعني مش ذا بروبلم. طب كرعيلهم واحدة كده عشان هو بالحب يعني كله بالحب. لا لا دي بتطلع لوحدها. طب احنا نفضل فاتحين بقى نستناها لحد ما تطلع. ايه رأيك؟ يا نهار اسود على الضحك. لورهان انت متأكدة ان انت بنت عاطفية؟ المشكلة هي البنت يعني ما الولاد بيبقوا عاطفيين برضو بيعملوا حاجات تانية صح؟ شخرة يا ولاد الوسخة، يا ولاد الوسخة، يا ولاد الوسخة. لا 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 احنا عايزين نربي العيال، عايزين عندنا عيال عايزين نربيها يا جماعة، احنا عندنا عيال عايزين نربي. تعالى يا مصر يا جماعة، انا في مصر ربنا عشان اعرف انت فاطر ولا صايم. تروح انت عامله ازاي؟ يعني انت هتعرف لما اطلع لساني يقول لك اه هعرف، طلع انت بس. تروح انت عامله ازاي؟ ايه انت العبط ده، انت هتخلف في عقلك مسعى عقولك متخلف ده. وكمان ايه البنات بقى اللي تيجي تقول لحبيبها في رمضان ايه؟ عايزه فانوس يا اختي كميله، يا اختي كميله بتوته جميله. يا عسل، هتعملي ايه بالفانوس في رمضان؟ هتقولي